في تركستان الشرقية الواقعة تحت الاحتلال الصيني، تستمر الحكومة الصينية في سياسة الاعتقالات التعسفية ضد الإيغور وغيرهم من الأقليات الإسلامية الأخرى من دون أي سبب واقعي. ووصل عدد المعتقلين على يد الحكومة الصينية من إبريل إلى مايو 525 شخصا، من بينهم شخصيات دينية بارزة. هدد ترامب أنه إذا لم تدعم الحكومة خطة بناء الجدار بموجب سياسة مكافحة الهجرة، فإن الرئيس الأمريكي سيقوم بإيقاف عمل الحكومة. ووفقاً للتقارير نشر ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم يمنحنا الديمقراطيون الأصوات اللازمة لأمن الحدود بما في ذلك الجدار، فأنا على استعداد لإيقاف عمل الحكومة. يجب أن نتخلص من نظام القرعة ونتجه في نهاية الأمر إلى نظام هجرة يعتمد على الاستحقاق. نريد أن يأتي إلى بلادنا أشخاص أجلاء. قتل 36 شخصا وأصيب 50 آخرين بجروح في النزاع المسلح المستمر في اليمن، ولم يتم نشر أي تقارير عن سقوط قتلى من جنود الحكومة المشاركين في القتال. بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في شهر مايو، يواجه أصحاب المصانع الإيرانيين وخصوصا منتجو السجاد الإيراني وأصحاب المتاجر صعوبات متزايدة في الحصول على عملات الدولار بسبب تقليص الشركات الأجنبية عقود الطلبات، كما أن التهديد بالعقوبات خلق حالة ارتباك لدى البنوك الأجنبية الكبيرة. وفي هذا العام انخفضت قيمة العملة الإيرانية بنسبة 50% مقابل الدولار، وسيتم تنفيذ العقوبات الجديدة على مرحلتين، الأولى في 6 أغسطس القادم على تجارة الذهب والمعادن الثمينة في إيران وصناعة السيارات الإيرانية. وبدأت سلسلة إجراءات هي الأوسع نطاقا لشركات الشحن الإيرانية وتجارة النفط ومعاملات المؤسسات الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني. هاجم مسلحون سجنا في شمال غرب الكاميرون، وأفادت الأنباء أن 163 سجينا فروا من السجن. ويعتبر الوضع الأمني في الفترة الأخيرة في الكاميرون شديد الخطورة، بحيث ارتفع معدل العنف وزادت الهجمات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية في الإقليم الشمالي للبلاد. صرحت وزيرة التنمية الدولية الكندية ماري كلود أن بلادها قدمت مساعدات بقيمة 50 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية العاجلة وللمدنيين الفقراء في الضفة الغربية وقطاع غزة.